السلام عليكم خواتي خواتاتي، نهاركم مبروك، من الصباح حتى الظروف ان شاء الله. الفيديو يسيبكم في احسن حال ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نوجد معكم شوربه العدس، كتجي بنينه وسهله في التحضير وصحيه وفيها منافع كثيره لينا ولوليداتنا. اليوم غادي نوجدها معكم. تيديروها التركيين بزاف بزاف، كيوجد يقدموها حتى في المطاعم ديالهم، مشهورين بها. يلا ندوزوا للمقادير طريقه التحضير. ما تنسونيش اللايك، بارطاج مع العائله. خوتي خواتاتي، هادو هما المقادير اللي عندي. هنايا عندي كاس تاع العدس، هذا اللي تيكون بحال الشكل ما فيهش القشره، وهذا كاين اللون ديالو هكا، وكاين اللي كاين اللون ديالو بني بني تاع ليموني برتقالي بحال لون الجزر. عندي هنايا تقريبا شي 20 غرام ديال الزبده، عندي حبه ديال البطاطا مقطعهم هادو طريفات صغارين، قرعه الخضراء جزرايه وحده، خيزويه وحده حتى هي مقطعه صغيره. عندي نص حبه ديال البصل حتى هما مقطعهم صغارين. عندي شويه ديال الطماطم، صلصه ديال الطماطم. عندي معلقه ديال الطحينه، طحين والزيت حتى الاخر عاد نديرو. ماشي دابا غندوزو لطريقه الطهي. دابا هنا على النار غندير هذيك المعلقه ديال الزبده. بسم الله على بركه الله، وكندير داك شويه ديال البصله، كديريها شويه شويه حتى كديري المقادير ديال العدس. حنايا غاقلالي ما درنا على حساب العائله ديالي، كديري جوج كيسان ولا كديري ثلاثه على حساب العائله ديالي. غنحمر هاد البصله هنايا، التوابل كاينه غير الملح والبزار صافي. دابا غندير ديك المعلقه ديال الطحين، فرينه معلقه واحده، حمصوها مع هاد البصله وهاد الزبده باش ما تبقاش داك الطعم ديال الطحين في الشوربه ديالنا، بحال بديري صلصه بيشامي. دابا بغيت نحمر داك الطحين ها في الشكوك، غنضيف عليه هذاك الخضره اللي عندي. نسوي حتى هي ونزيد دابا شويه ديال الزيت، هذا الشيء جوج معالق ديال الزيت. ندير هذيك الطماطم حتى هي، ونمشي نغسل هذاك العدس، لازم تغسلوه اللي تشوف. نمشي نغسل العدس، بعد ما نحط هذيك الخضرة مشوية، كنضيف على هذاك العدس من بعد ما غسلته. وندير الماء ديالي فاش غيطيب تقريبا يطرو، ما كاملش تقريبا شي يطرو لا روب ديال الماء.
فاش غيطيب هذاك الكاس. دابا غنجيب شويه ديال البزار نديرو، الملحه غنخليها من بعد. البزار هو هذا، فلفل اسود، الملحه نخليها فيطيب مع الملحه كتعصي شويه القطعان. صافي نسد عليها دابا نخليها طيب، ملي طيب غترجع معاك. هيا من بعد ما طابت لينا طابت الشوربه ديالها، غير كيطيب هاد العدس، هاد غير كيطيب، كيطيب مع الخضره نيشان. دابا غندير عليه الملحه، وديري كنور ديري، انا ما ندير لا كنور لا والو، خليها هكا طبيعي. دابا غادي ندوز نطحنها في البوط. دابا نجيب الطحانة ديالي هادي ونطحن بها، عاد ديك الماكينة الأخرى ديال الكاس طحني بديال الكاس. دابا غنطحنها ونرجع معاكم باش منصدعكمش. هادي هي الشوربة ديالنا، شوفت هادشي على اللون العدس اللي درتي معانا، العدس شوية صفر ماشي حمر. دابا غادي ندوزو للطبق النهائي. البنات الكامون رانا نسيتو، ديرو الكامون ملي تكونو طحنو فيها، نسيت الكامون مدرتوش، كديرو واحد شوية بحال هكا. العدس لا كامون راه ماشي العدس، العدس كيبغي الكامون. صافي هكا، هذه هي الشوربه ديالنا. وبعض المرات كتشوفوا شي صلصه حمراء كتكون فوقها من الفوق، اللي هي هذه. شنو هي؟ غير الزيت الزيت البلديه مع شويه ديال التحميره وواحد القبيصه ديال الملحه، شويه ديال الملحه. هذه هي الصلصه اللي كتكون حمراء من الفوق، عاد تحميره بابريكا حلوه ماشي حاره بحال هكا. كتجي رائعه، لذيذه لذيذه بزاف بزاف بزاف. خوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا. دابا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في اللايك والبارطاج مع العائله ديالكم وحبابكم وصحابكم. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم، صحتكم.